وبعض الناس إذا أحس بزكاء من قطع من المسجد. في ناس الآن في المسجد هذا يمكنهم سنة ما طبوا المسجد كارونا، ولعزم راح هناك للاستراحة ولا المناثرة، ما يخالف الكارونا. انظر كيف، أعوذ بالله، حتى جمع ولا جماع ما يشهدونه. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. يا ويله إذا لقي رب على هذه الحال، يا ويله يا ويله، ويا ويل من استعان بنعم الله على معصيته وبارز الله في المعصية. والله ما تستتر من الله بستر، والله ما تستتر، والله ما تستتر، والله ما تستغني عن الله ولا طرفة عين. ماذا لو وقف النفس؟ ماذا لو وقف الشريان تصلب؟ ماذا لو كان كذا؟ ماذا لو أغلقت العين ولم تنفتح؟ والله لو اجتمع من بأقطارها ما حل ولا المشكلة. اشكر الله جل وعلا ولا تعصيه بنعمه، لا تبارزه، تفر من الله. والله لو فريت بأي شيء بأي وسيلة أنت في ملك الله وملائكة الله محيطة بك، إذا أراد أن يقبضك قبضك في مكان. الجن الفقهاء يقول ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه وهربا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. انظروا كيف العقل وكيف الفكر. جن مؤمنون آمنوا بالله ورسوله، انظروا كيف. والإنسان بعض الناس لا يشكر نعمة الله ولا يصبر لله على بلية ولا يظن بالله ظن خير ولا عندها أعمال صالحة تدل على صدق رجاء بالله، يتمنى على الله، لا يصلي ولا يصوم ولا يتوب، مصر على المعصية 50 سنة، معصية في وجهه، معصية في ثيابه، معصية في كذا، ولا يستحي من الله ولا يخاف من العقوبة. واحدة من معاصي الله لو عاقبك الله بها ماذا يكون؟ والله لو عاقبك بشعرة من شعر جسمك جعلها نارا ماذا يكون؟ ويا ويلك إذا أطبق عليك القبر، أطبق عليك اللحن وأنت عاصي وعاقبك الله بوحده من معاصي، يا ويلك. فلنتق الله ونشكره ونستبشر بفضل الله ورحمته ولنرجو مزيد فضله جل وعلا ولنصبر لله على بليته، ونسأل الله أن يمن بعافيته وأن يمتعنا بنعمه على طاعته وأن يختم آجالنا على أحسن حال يحبها ونحبها، نلقى الله عز وجل على ما يحب ويرضى هكذا. اللهم وفقنا لذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.